البطاقة السابقة كانت تفتقر إلى تجذير قانوني، ولهذا عمل المجلس على استصدار مرسوم تنفيذي صدر في أكتوبر 2020 يمنح الصفة القانونية لهذه البطاقة. وقد وهذه صورة لأولى البطاقات الرقمية التي استصدرها المجلس، وهذه البطاقة الآن أصبحت لها صفة قانونية. ظهور يعني مرسوم تنفيذي آخر في يعني نشر في الجريدة الرسمية في 30 مايو 2021، وهو المرسوم التنفيذي الخاص بالنظام النوعي لعلاقة العمل للفنانين والمسرحيين، وفي الحقيقة هو الذي يعتمد على قانون العمل لسنة 1990. هذا المرسوم يعني لأول مرة يحدد صفة الفنان، من هو الفنان طبعا من زاوية علاقة العمل، ولهذا نتكلم على الفنان الذي يشتغل بعقد عمل دائم وهو الأجر في مؤسسات ثقافية كالإذاعة والتلفزيون، وعندنا أيضا الفنان الذي يشتغل بعقد عمل فني مؤقت، وهذا عامة الفنانين الذين يشتغلون على حسابهم الخاص، وهذه الشريحة الكبيرة التي تعاني من عدم وجود الحماية الاجتماعية والنظام التقاعد عامة. يمكن مع هذه البطاقة أن يسجل نفسه في الضمان الاجتماعي، وأن يدفع اشتراك الضمان الاجتماعي، وأن يحظى بالحماية الاجتماعية، ويدخل في ما يسمى بنظام التقاعد. يمكن أيضا بهذه البطاقة خاصة بالنسبة للفنانين الذين يشتغلون على حسابهم الخاص أن يتقدم إلى مصالح وزارة المالية ليستصدر أيضا ما يسمى بالرقم التسجيل الجبائي، ويشكل ويؤسس شركته الخاصة باسمه الخاص وباسم المهنة الفنية التي ينتمي إليها، وهذا لم يكن موجودا في السابق. هذا المرسوم يجبر كل مستخدم الذي يبرم علاقة عمل مع الفنان أن يعني يحدد وأن يعني يعمل على إبرام عقد عمل مكتوب تحدد فيه مجموعة من الآليات الخاصة بالعمل الفني، مثلا طبيعة العمل الذي يقدمه الفنان، مثلا عند الممثلين يشتغل بالساعة ولا يشتغل باليوم، وثم المقابل المادي الذي يقدمه المستخدم للفنان. فيها أيضا حديث عن الحماية الاجتماعية، من يدفعها، هل الاقتطاعات التي تدفع للحماية الاجتماعية وتدفع للنظام التقاعد يعني في اتفاق أنه المستخدم هو الذي يدفعها. وفيها أيضا حماية من الكوارث، يعني ضمان، أيضا ضمان إضافي في حالة مثلا مجموعة من مثلا في السينما يشتغلوا في ظروف جد قاسية لغير ذلك. المجلس الوطني للفنون هو الذي يحدد شروط إعطاء هذه، وطبعا الشروط منشورة في صفحة الفيسبوك للمجلس، منشورة أيضا في موقع وزارة الثقافة، ويمكن أيضا للفنان يعني للفنان أن يتقدم إلى المقر الرئيسي في المكتبة الوطنية، ويتقدم أيضا إلى مديرية الثقافة أيضا على مستوى الولايات. وهي شروط حقيقة عادية جدا، أهمها أن يكون الفنان له إثبات بأنه يمارس نشاطا فنيا دائما، لأن المجلس ليس هو لا يفرق بين الفنان الكبير والصغير، وإنما الذي يهم يعني في الشروط هو أنك مارست وتمارس نشاطك الفني انطلاقا من مجموعة عقود مع المستخدمين، انطلاقا من مجموعة نشاطات، مثلا تغطية صحفية إذا كان مثلا الفنان عمل مثلا نشاط فني وفيه تغطية صحفية، فيه مثلا ما يسمى بوثائق المشاركة، هذه تاع شهادة المشاركة في المعارض الفنية، في الأسابيع الثقافية إلى غير ذلك. وأظن بأنها ليست شروط تعجيزية أبدا، وإنما هي فقط شروط لكي تمنح للفنان الذي يمارس نشاطا فنيا دائما.